بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا وسهلا بكم مع يوم مبارك جديد من دار الأرقم في فيينا، في قبسات من دار الأرقم. يقول الإمام الزمخشري رحمه الله: العلم مدينة أحد بابيها الدراية والثاني الرواية. ويقول في استشهاده بنفسه وبعلمه: ما مثلي مع أعلام العلماء إلا كمثل السهام مع مصباح السماء. والسهام هو الكوكب الكويكب الصغير أو النجم الصغير. نستشهد به في الإمام الزمخشري اليوم، لأنه في عام 2012 في مسجد الشورى في فيينا التقيت مع أستاذ فاضل ومربي كريم وخطيب في ذلك المسجد وصاحب كتاب إسلام بلا أسوار، والأستاذ الأخ المهندس طرف بغجاتي، كاتب سوري نمساوي معروف بمكافحته للعنصرية وللعداء للإسلام، وهو رئيس مبادرة مسلمي النمسا ورئيس المنبر الإسلامي المسيحي، محاضر في شؤون الاندماج والإسلام في أوروبا والشرق الأوسط. ألف كتابا أسماه إسلام بلا أسوار. يحتوي هذا الكتاب إلى عدة محاور، محاور أساسية تخص واقع المسلمين، منها فقه الأولويات في أوروبا، منها موضوع الإسلام والديمقراطية، منها مواضيع تخص واقع المسلمين في الغرب، ويتناوله تناول الزمخشري رحمه الله بسؤال وجواب مع الدكتور علاء الدين آرشي، وهو طبعا له الفضل في بيان هذا الكتاب، وسيحدثنا عنه الأستاذ طرفة بغجاتي إن شاء الله. لكن مواضيع هذا الكتاب شيقة دائما، وسنستعرض 4 أو 5 محاور مع الأستاذ طرفة بغجاتي في هذه الليلة المباركة. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بالأستاذ طرفة بغجاتي. أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخواتي وإخوتي، ومساء الخير، وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. أكرمكم الله، شرفتم يا أستاذ. دعني أدخل في الإسلام بلا أسوار. لماذا إسلام بلا أسوار؟ هو السؤال بعد ما يعني صراحة العنوان أتى بعد كتابة الكتاب، فبعد ما انتهينا من الكتاب ووضعنا المحاور وشبه انتهى كل شيء، بقي العنوان نعمله. ماذا نعبر عن هذا الكتاب؟ ف جاءتني الفكرة أننا دائما نقيد أنفسنا بأمور معينة، ربما كانت تراثية أو تقليدية أو فكرية أو سياسية أو إيديولوجية، وقلنا نريد أن نتحادث في هذا الكتاب بدون أسوار وبدون ممنوعات، ولا يأتي أحد ويقول ولكن فلان قال كذا وفلان قال كذا على العين والرأس، ولكن نفتح كل شيء للنقاش. ومن هذا المنطلق أتى عنوان هذا الكتاب الحواري. لماذا كان كتاب حواري؟ تاريخ الكتاب الحواري في القرون الوسطى في أوروبا قبل اكتشاف الطباعة، كان عادي أن يكون الكتب حوارية، أنت تسأل في هذه الحالة، في حالتنا، الناشر أخونا علاء الرشي، والعبد الفقير يجيب. وهذه الثقافة، ثقافة الحوار في الكتب، انتهت تقريبا مع خروج الجرائد والمجلات والطباعة، فحيث صارت الحوارات الانترفيوز في الجرائد، وصارت الكتب لم تعد كتب حوارية. فأردنا أيضا أن نعيد هذه الثقافة عن طريق السؤال والجواب. والسبب الآخر هو نوعا ما تسهيل الموضوع الصعب نوعا ما على القارئ في طريقة السؤال والجواب المرنة السلسة. هذه كانت الفكرة. لكن طريقة اختياركم، طريقة الاختيار للمواضيع، يعني محاور كثيرة سنتطرق إليها، لكن أريد أن أعطي مثال للمستمع. الأولويات الشرعية في أوروبا، أو الحروب الصليبية، أو الغرب بين التكفير الديني والتكفير السياسي، مصطلح الإسلام الأوروبي، الفرق بين الشريعة والفقه، الإسلام في وفن الكوميديا، التاريخي والديني كيف نفصل بينهما، أو المحور الإسلام والديمقراطية، محاور كثيرة، السنة والشيعة والتحديات الرهينة.
محاور كثيرة تطرقت لها في هذا الكتاب أو في هذا الحوار. هل وجدتم صعوبة باختيار المواضيع وطريقة السؤال والجواب من خلال هذه المواضيع تحتاج إلى كتب كثيرة، لكن كيف ارتأيتم اختيار هذه المواضيع؟ الذي حاولناه هو وضع اليد على الجرح أو الأصبع على الجرح في المسائل العالقة في حياة المسلمين في أوروبا. وتحدي المسلمين في أوروبا هو تحدي لم تشهده الأمة الإسلامية ربما منذ فجر الإسلام. منذ فجر الإسلام إلى اليوم عندنا كثير من الحالات أن المسلمين كانوا أقليات، وكان يجب أن يكون عندهم حالات معينة تراعي وجودهم كأقلية في الصين، في البوسنة، في ألبانيا، في النمسا، في أي مكان آخر. ولكن دائما كانت هذه الأقلية هي أقلية من نفس العرق، من نفس المذهب، من نفس الثقافة، من نفس اللباس. أما في أوروبا في 50 سنة الماضية تعاملنا مع الفقه، موضوع المرأة، موضوع التعامل مع الجهاد، موضوع التعامل مع التمذهب وغير ذلك. إذن هي النظرة التي ارتأيتموها شخصكم الكريم الدكتور آرشي بصياغة محاور تهم المسلم، نعم، بشكل عام وليس العربي المهاجر المسلم. أم لأن العنوان هو إسلام بلا أسوار. صحيح. إذا قلنا إسلام أي لا فرق بين عربي وأعجمي إلا. صحيح. إذن هذا الآراء نابعة من وجهة نظركم من ناحية التحديات المرحلية الآن عام 2016. أذكر التحديات المرحلية بالذات بوضعنا كوضعنا ووجودنا في أوروبا، أخذنا التجارب التي أخذناها في هذه السنوات وهذه العقود من السنين محل مراجعة واطلاع لإعطاء الجواب حسب الإمكانية للناس. وليس هناك، إذا لاحظت أنه الجواب لا يكون الجواب بنعم أو لا، ولكن الجواب هو فتح مجال النقاش عن الموضوع وإعطاء فكرة أكبر من المجال الذي كنت أنت أو الأخ أو أنا متعودين عليه. نعم، جزاكم الله خير. إذن سننتقل إلى الأولويات الشرعية في أوروبا. يقول الدكتور علاء الدين: الأولوية الشرعية برأيي هي بداية الحفاظ على الدين لا عن طريق الانغلاق بل عن طريق المشاركة والاندماج الإيجابي في المجتمع دون انصهار أو ذوبان. كيف ترون الأولويات الشرعية في أوروبا؟ نعم، الأولويات الشرعية هنا أنني عندما آتي إلى بلد معين مثل أوروبا، وخاصة هذا الكتاب على فكرة كتب قبل ما يسمى موجة لا أحب التعبير، ولكن حركة اللجوء، يعني قبل 2015، ولكن يناسب ما بعد 2015 ربما قبل ذلك. فإذا لاحظنا مثلا إخواننا الجدد الذين يأتوا، ترى كثير من الناس يهتم بالشكليات أكثر من الروحانيات، يهتم بالمظهر أكثر من المضمون ومن الباطن. فمثلا إذا أخذت موضوع التعامل مع الدين والحفاظ على الصلاة كمثال بسيط وسريع، وهذا لي مناقشات مع إخواني الأتراك في هذا الموضوع. مثلا الإخوة الأحناف الأتراك والعرب، كثير من العرب ليس عندهم الجمع في الصلوات حتى في السفر، تماما، فيسافر ويريد أن يصلي في القطار المسكين، لأن في الشتاء في وضعنا الشتاء تخرج من العم من البيت وصير المغرب، تدخل عليك المغرب وين تصلي، وخاصة إذا كنت مسافر. فنحن نقول وقلنا لإخواني الأتراك ومثلا في السجون، في السجن الذي أرشد به المساجين المسلمين، نقول لهم نعطيكم الفتوى الآن في حالكم الخاص بالجمع، وربما نخالف مذهبنا، أنا مثلا شافعي، أخ ثاني مالكي، أخ ثالث، نأخذ من الحنبلي أو من بعض مذاهب الحنبلية أنك إذا كنت طالبا أو سجينا أو طبيبا أو تاجرا ولو غير مسافر ممكن أن تكون تجمع. إذا قلت الكلام في الأردن، في فلسطين، في سوريا، أقول لك من أين تأتي بهذا؟ نعيش حياتنا كلها
ولا نجمع في الحضر، نقولها على عين والرأس. ولكن هناك أوضاع معينة يمكن أن تعطي الإنسان فكرة معينة لحالة معينة لطقس معين، فالتعامل مع الفتوى آخذا بالاعتبار الزمان والمكان والحالة والإنسان هي فكرة جديدة لم يتعود عليها المسلمون. يعني إخواننا الأحناف يقول الإمام الأعظم، إذا قال الإمام الأعظم فلا نقاش بها. أخوانا إذا أخذها راحت على شمال إفريقيا الإمام مالك، ما في نقاش بعد الإمام مالك. نحن نقول كلهم على العين والرأس، ولكن هناك حالات معينة يمكن أن تأخذ تقليدا من هذا إلى هذا، وممكن أن تأخذ حتى بعض الآراء المختلفة عن المذاهب الأربعة إذا كانت مؤصلة شرعيا. فهذا تعتبر على بساطتها ثورة في النظرة إلى الموضوع. أنا همي أن يحافظ ابني على الصلاة، أنا همي أن يعرف، وهذا الأمر الثاني، الهدف من هذه الصلاة الأخلاق. نسمع صراحة من إخوة كثر أن مثلا الأهل يهتموا بالشكليات ولا يهتموا بأخلاق الطفل. ترى الشاب الذي يحافظ على الصلوات يقلل الأدب على الناس في الشارع، أو يتطاول على الكبار، أو لا يكون نظيفا في مكانه. فهذه أمور كلها يجب أن ترتب الأولويات، ومسألة الأخلاقيات ليس فقط في أوروبا ولكن للجميع أيضا. لأن في أوروبا تصرفنا كمسلمين، إذا تصرفت تصرفا سيئا كمسلم في بلد إسلامي تتهم أنت، يتحدث عن عائلتك، عن أبيك لم يربيك لا سمح الله. أما هنا فورا أنت سفير الإسلام، أنت المسلم والعربي والسوري والفلسطيني والعراقي والكردي والتركي والمسلم، وقبل كل ذلك الإسلام والدين. يعني أنا حقيقة الذي أفهمه الآن في القادمين الجدد أو العرب القادمين الوافدين، أنت تقول أن في كل دولة من الدول تتبنى مذهبا فقهيا معينا فيأخذوا به ويتمسكوا به، أما في أوروبا يحق لهم أن يكونوا مقلدين، أن يأخذوا بالإجماع حسب المصلحة، حسب المصلحة المعينة. نعم. والتأصيل الشرعي لو سمحت لي، هذا فقه واقع، لكن أنا أفهم من كلمة الأولويات الشرعية هي مفهوم كبير. الأولوية يعني عندما عرفوها العلماء فقالوا هناك تعريف في القرآن ثم تعريف في السنة، وبيّنوا الأولوية، وبعد ثم أضافوا إليها فقه الأولويات. وعلى ثقافتي أقول الشيخ القرضاوي قد يكون هو الرائد في هذا المجال في موضوع فقه الأولويات فيما يخص المسلمين الذين يعيشون في أوروبا، من حيث التعليم، من حيث موضوع الحجاب، وأنا أود أن أتطرق إليه معك اليوم للأطفال. وأنا أذكر وأشكر الأستاذ عمر راوي أنه كثيرا منذ 3 أعوام أو منذ 2 عامين وهو ينادي أن يجب أن نواجه موضوع الحجاب للأطفال. نحن لا نقول رأينا، بل يجب أن يواجه هذا، ويجب أن لا نسكت عليه. فمن فقه الأولويات أو من الأولويات الشرعية هناك تحديات. أنا أفهم الأولويات هي التحديات التي يتعرض لها المسلم. كيف ترى موضوع الحجاب عند الفتيات المسلمات؟ صحيح. وكيف ترى هذا القانون؟ وبالذات أننا في النمسا، للإخوة خارج النمسا، نعيش اليوم تأسيس حكومة ائتلافية جديدة في برنامجها أخذت منع الحجاب في المدارس إلى سن 14، ليس قانونا بعد ولم يمر البرلمان وليس هناك قانونا مكتوبا، ولكن هناك إرادة سياسية لهذا الأمر. المكتوب والمؤصل والمقدم والذي صار قانونا هو المنع في الحضانة وهو غير موجود أصلا، والمنع إلى 10 سنوات وهو شبه غير موجود، ولكن الآن يأتينا تحدي كبير إلى سن 14. عندما نفتح هذا الموضوع كنا مع الأخوات والإخوة دائما نقول هناك أمرين. الأمر الأول هو الحرية الدينية وحرية الاعتقاد وحرية التربية للأهل المؤصلة في القانون الدولي والمأخوذة من القانون النمساوي.
والجهة الثانية هي مصلحة الطفل. فوضعنا مثلا هنا في أوروبا يعطينا أولوية تقول أنه باعتبار أن حجاب الصغيرات غير فرض شرعي أن الأفضل، وننصح إذا سئلنا أن يغض الطرف عنه الأهل الكرام. ولكن يأتي بعض الإخوة عندما يقول ذلك ويترجم يأتي أستاذ بغجاتي أنت قلت نفسك، أنت تنصح عن نفسك أن لا يحجب الأهل البنات الصغيرات، لماذا أنت ضد القانون التمييزي بهذا الشكل الكبير وتجعله قضية كبيرة مع أنك أنت نفسك تنصح بعدمه؟ وهنا أريد أن أشرح الفكرة الأولوية للإخوة. الأولوية إخوتي أن حقوقنا هنا كمواطنين مسلمين لا نسمح كمواطنين بأخذ أي حق مختلف عن الآخر. الحقوق حتى في الأنظمة الأوروبية هي التساوي بين الجميع والتساوي بين الأديان واحد. ثانيا حرية الدين والتدين والتعبير عن الدين والتدين. أين هي الحرية الآن من هذا القانون؟ فإذا لذلك نقول نحن لا نسمح لأحد إذا كنا نحن نرى أنه الأفضل عدم حجاب الصغيرات أن يأتي قانون يمنعنا ونعتبره قانونا تمييزيا ضد المسلمين. ليه؟ لأنه يأخذ المسلم مختلفة عن الآخر، بالذات المسلم. فإذا يعتبر قانون تمييزي نعتبره نحن كمواطنين نمساويين مخالفين للدستور، مخالف للدستور، ويتم العمل عليه على تقديم دعوة للمحكمة الدستورية. قبل أن نأتي إلى الحلول. تماما. قبل أن نأتي إلى الحلول، هل وجهة نظرك هل هي دين عندما تقول أنت الآن للناس، وفي هذا الكتاب أيضا تطرقت لهذا الموضوع الحجاب عند الصغيرات، هل هو هذا دين؟ هل أنت تقول أن الشرع يقول أنه تمام. لا حجاب أنا أقول نعم نعم نقوله ونفتي للناس بمساعدة الإخوة والمشايخ الأكارم، أخونا الشيخ سميح موجود، الهيئة الإسلامية موجودة، المشايخ نعم نقول أنه شرعا ومؤصلا شرعيا لا حجاب على البنت الصغيرة. ونضيف حتى البنت الصغيرة عندما يأتي النمساوي أو الواضع لهذا القانون يقول في هذا الدين لا يوجد حجاب للصغيرات، لماذا إذن أنتم أيها المسلمون تفرضون الحجاب على الصغيرات؟ نحن نقول وقتها لا نفرض على أحد، نحن عدم الإجبار. هو لا يعلم، هو يقول لك أنت عندما تقول أستاذ طرفة أو أي أخ يتحدث باسم المسلمين في النمسا خصوصا تقول له هذا ليس دينا. لا 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 مو صحيح، ليس كذلك. نقول له هذا له خلفية دينية، ولكن من يحدد هل هو فرض أم ليس فرضا ليس عملك. أنت ما لك حق أصلا تسألني، هي شغلتي أنا المسلم، أنا اللي بقرر، ما شغلتك أصلا، ما لك حق تسأل. تسأل في مو أنت، يعني أنت كشخص تسأل عم نحكي مع السياسيين، تسأل كأكاديمي كمعلومات عن الدين أهلا وسهلا، ولكن تسأل لكي تمنعني من حقي أو حتى من شيء أنا هو من حقي ولكن أنا أرى أنني لا أخذه هذا اليوم بهذا الشكل. يعني مثلا عند اليهود الأرثوذكس المتدينين عندهم الصبيان من عمر 4-5 سنوات يضع القلنسوة الصغيرة. أنا أتضامن مع اليهود مباشرة إذا أتى أي قانون يقول نريد أن نمنعهم. ليش الولد الصغير هالمسكين بالخمس سنين يحط كل الوقت طاقية أمله ياها يرتاح منه؟ لا، أنا الزلمة يراه ذلك في دينه. وغالبية اليهود الباقي غير الأرثوذكس المعنى المتدينين جدا لا يستعملوها، بعضهم يضعوا. فنقول لا، أنا أتضامن مع غيري، أتضامن مع السيخ. هنا يأتي كمان
لها علاقة بالأولويات بالتعامل مع الواقع، هو التعامل مع الآخر وفهم الآخر. نحن مشكلتنا أن غالبية المسلمين تعودنا نطالب بحقوقنا، ولكن ليس عندنا مشكلة إذا اضطهد إنسان آخر. إذا يهودي اضطهد ما عندنا مشكلة، إذا سيخي من السيخ اضطهد، إذا هندوسي اضطهد ما عندنا مشكلة. عادة هذا رفع الحس الشعوري، أنه الحس الإنساني، أن إذا كنت متضامن مع نفسي وغير متضامن مع الآخر لن يصدقني أحد. فهذا أمر أيضا من أولويات النظر الشرعي في أوروبا، أن الإنسانية والحقوق لا تتجزأ، وليس لنا أن نطالب فقط بحقوقنا وننسى الآخرين. برأيكم ما هي الحلول الممكنة إذا كان إذا عملوا على إصدار هكذا قرار؟ ما الخطوات التي يجب على الجالية الإسلامية اتخاذها لمواجهة هذه الإجراءات أو هذا القانون إذا كان هناك قانون؟ هو في خطوتين، الخطوة متوازيتين، الخط السياسي والاجتماعي والثقافي، وهو الشرح والكلام، وهذا عاملين عليه، يعني العبد الفقير، أخونا عمر، أختنا أمينة بغجاتي، الهيئة الإسلامية تعمل منذ 72 ساعة تقريبا نون ستوب، مناقشات وبعث للناس وكلام مع الأخوة، حتى مع الحزب الخضر الموافق عم نحكي مع أصدقائنا فيهم، نذكرهم، نبحث بالأوراق القديمة لحزب الشعب نفسه، لسيباستيان كورس نفسه رئيس الوزراء. القانون شاركت بإصدار قانون، لما هي لا هي قدمت دعوة وهي مظلومة ونحن نعرفها مظلومة، ولكن لما تخسر الدعوة صار في قانون قضائي أنه أصلا هذا الحجاب من الممكن أن يكون سببا لطردك أو عدم تأهيلك كمعلمة، فراحت على عشرات الأخريات. فإذا القضاء هو دائما لا يظن الأخوات والأخوة أن القضاء شيء سهل هنا، يعني القضاء دائما هو آخر ما نذهب إليه، نحاول كل العلاقات، وهنا تأتي المشاركة السياسية أيضا كأولوية شرعية في أوروبا. المشاركة السياسية للناخب المسلم، للعلاقات المسلمين، لفهم أولويات الديمقراطية، هذا ضروري جدا للإخوة الجدد حتى اللي غير مجنسين يعرفوا أنه حديثه مع جاره، حديثه مع أي إنسان، هو يؤدي بالأخير ربما إلى قانون سياسي. أعطيك مثال مدام كنا في الحجاب بسرعة جدا. أتمنى أحد الصحفيات المحترمات جدا هنا اسمها زبيلي هامان، الآن دخلت إلى الحزب الخضر، وهي اليوم تقرر أن الخضر سيدخل إلى الحكومة بعد غد. كتبت مرة أنها تفكر بأن المنع الحجاب ل14 سنة ممكن أن يكون فيه وجهة نظر. لماذا؟ يأتيها تليفون من بنت لاجئة جديدة، تقول لها الله يوفقك يا زبيلة، اتصلي بالمدرسة وقولي أنك أنت معلمة، كذبي عليه، اتصلي بأبي وكذبي عليه، قولي له أنه أنا معلمة من المدرسة وأن الحجاب ممنوع لعمر 12. قلت شلون؟ أنا صحفية بدي أتصل كذب على أبوكي؟ ليه؟ قلت له أختي يلي عمره 12-13 سنة ما بدها تحط الحجاب، كرهانته، وأبي جابرة. إذا قلتي له لأبي أنك أنت معلمة وهذا ممنوع بالمدرسة بيسكت وبيلفها. فوقتها نقول يا أخونا الفاضل، يا حبيبي، هل تعرف أنت أنك بإجبارك لهالبنت المسكينة أولا كرهت الحجاب؟ أنا أجزم هي البنت لما بدها تكبر وتصير حرة هي بتقيمه لأنه مجبورة بصغرة. ثانيا خليت ناس يطالبوا بمثل هذه المنع. لذلك نقول يا جماعة، يا إخوة، يا أحبابنا، الفكرة إذا بنتك، خلي البنت تكبر
يصير عقله قادر أن تأخذ مثل هذا القرار، وبعدين مستعد تدافع عنه، مستعد تحبه، مستعد تعتبره جزء منها، من ثقافتها، ما أنه فقط لأنه أبي قال لي. هي قضايا فردية لا نستطيع تعميمها على جميع الجالية. صحيح. عندما نعمم يكون هذا إجحاف وظلم. صحيح. أو يقال صحيح. هو حق أريد به باطل. صحيح. وهو كذلك. تقول صحفية أو سياسي يقول هذه الحالة وتلك الحالة، هذا مجتمع فيه الجيد والسيء. ولكن هذا عملنا أخي سيف. كيف يعني نبين نحن الـ 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 للمجتمع المسلم كيف يتعاملون مع هذه الفكرة؟ لأن كثير من الأخوة الآن خائف، يقول هذه البلاد من الجدد أمثالي أو غيري الذين لديه صبية إن كانوا شباب أو فتيات، يقول يعني إذا أصدروا هكذا قانون ماذا أصنع أنا بابنتي؟ وكثير من العوائل محافظة جدا وتعتبر أن الحجاب للأطفال يربي ويعزز القيمة العفة والأخلاق وهكذا. كيف سيواجه بخوفه الواقع؟ تماما. هنا من خبراتنا من ناس صار عمره 30 سنة بهذا البلد، نقول أنه هذه الفكرة، تماما هذه الفكرة التي تقول ربي البنت على الصغار، تتعود على الحجاب، بتصير بثمان سنين متعودة. بأوروبا بالعكس، ونقول خبرتنا، نحكي للناس، نحن لا نعرف حالة واحدة تم الإجبار عليها بالصغر. يا سيدي حتى بالخيار ولكن بالصغر، إلا وعندما كبرت خلعت الحجاب. أنا أقول لك أكثر من 20 حالة مباشرة، واسأل الأخوة هنا، كل واحد يعرف حالة أو حالتين أو ثلاثة. إن الحجاب ليس عادة أنه أنا عمره 7 سنين خليها تتعود، لا، خليها تعرف صلاتها، خليها تتعلم دينها، خليها تكون عندها أخلاق، خليها تكون محتشمة بلبسها، خليها يكون لابس لبس ممتاز ولو كان بدون غطاء الشعر. ومع الوقت إذا هي رأت وقررت ورأت أنها تريد أن تكمل لباسها الشرعي على النحو الذي تراه هي صحيحا وشرعيا، فأهلا وسهلا نساعدها ونكون معها، ولكن لا نأتي بالضغط. هذا الشرح أخي سيف للإخوة الجدد ضروري جدا جدا. ليه؟ لأنه أحيانا بمشكلة صغيرة مثل هي، تحجبت أو لم تحجب 13 سنة، تخرب العلاقة العائلية لطول العمر. أنا عندي عندما كتبت الآن عندي على صفحتي على موضوع أننا نناهض الحجاب، منع الحجاب ل14 سنة، دخلت واحدة مسلمة وكتبت أنا أكره الحجاب كله وأنا مع القانون لأن أهلي جبروني وضربوني وأنا عمري 13 سنة. قلت له يا أختي أهلك أخطأوا كما تتفضل، أهلك أخطأوا، ولكن هذا لا مثل ما جبروك أخطأوا، كمان نخطئ عندما نجبر أن نخلع. نفس الشيء ونفس التمييز. فشرح هذا الأمر يعتبر برأيي هنا أيضا أولوية شرعية للوجود الإسلامي في أوروبا. عندما يسمع الآخر أنت تطرقت في هذا الكتاب، إذا أحببت أن نستطيع أن نكمل في هذا المجال. تمام. إيم الحجاب كمل بقى. لا لا يلا إلى بعد. لا نقول ذلك يعني، لكن نتطرق إلى مواضيع الكتاب. أنت ربطت هذا الموضوع في موضوع آخر وهو مصطلح بحث كامل تطرقت له، مصطلح الإسلام الأوروبي. تمام. عندما يسمع الآخرين لدي روابط في سوريا أو في العراق، أهلي يعيشون هناك، ويسمعون فيقول أنتم لديكم إسلام أوروبي مختلف عن الإسلام، كيف ترى هذا المصطلح؟ عندما يسمعون بقانون الحجاب أو غيره فيقول أنتم والله لديكم إسلام مختلف عن إسلامنا. أنت في هذا الكتاب تعارض هذا المصطلح. هذا أخي كلمة اليورو إسلام طلع بالتسعينات، بدأ ناس منهم مغرضين عندهم أجندات معادية للإسلام، ومنهم بنية طيبة يريدوا إنقاذ الإسلام بين قوسين في أوروبا، وقالوا يجب أن نخلق شيئا جديدا مرتبا منظما أوروبيا
نسميه يورو إسلام، الإسلام الأوروبي. هذا درسناه بعام 2003، كان هناك مؤتمر الأئمة الأوروبيين في غراتس، كانت مدينة الثقافة الأوروبية غراتس عندنا عام 2003، ودرسناه وشرحناه، والنتيجة باختصار هي أننا نرفض هذا الاصطلاح. لماذا نرفضه؟ لأنه يفهم منه وكأنه هناك إسلام عربي، إسلام تركي، إسلام أفريقي، إسلام آسيوي، إسلام إندونيسي، وإسلام أوروبي. ليس هناك، الإسلام دين، ونحن نعتبره كمسلمين دين الله في الأرض، لا تعطي صفة قارية أن هذه القارة لها إسلام قد يكون مختلفا عن إسلام الآخر. لذلك نرفض تعريف يورو إسلام، هذا أولا. ثانيا، هناك من يفهم من يورو إسلام غير كل شيء، الخنزير كان عند المسلمين لأنه أيام الصحراء والمشاكل، إذا أكلت الخنزير يمكن أن تمرض وفيه أمراض وغير ذلك. هلأ في أوروبا صار فيه نظيف وصار فيه مرتب وبراد وتقليب وتضبطه وأحسن شيء، صار كون صحتين يا أخي، هذا يورو إسلام. أو بيقول لك الخمر، أي هلأ بيقول لك في أطباء بيقول لك كاس بيت واحد هذا ممتاز ومرتاح وللقلب وكل شيء، أخي يعطيك العافية كتر خيرك، بس بحالتك، بس ما تقول لي هذا يورو إسلام. فصار في ناس بيقول لك أنا أعرف مسلمين يشربوا الخمر، يشرب يصطفل، بس ما تقول لي هذا دين، تلزمني في هذا كدين إسلامي. النقطة الثانية هي اللي محاولة، أنت تتحدث عن مسلمين يقولون هكذا، أنا بعض غير مسلم، بعض مشكل يعني هناك في غير المسلمين وهناك بعض المسلمين. بعض المسلمين الذين بنية طيبة قريبة جدا من نيتنا وما نتحدث به هنا، يقول فعلا الوضع في أوروبا يحتاج إلى ترتيبات معينة، يحتاج إلى بعض الأولويات التي تحدثنا عنها، له خصوصيات معينة، نحن لا ننكر ذلك، ولذلك نقول أنها هذه ترتيبات الأولويات في أوروبا. يعني الإسلام في أوروبا وأولوياته ووضعه طبعا له أمور قد تختلف من ناحية الأولويات ومن ناحية النظرة الشرعية ومن ناحية المشاركة الاجتماعية عن مكان آخر، لا ننكر ذلك، ولكن لا نسميه يورو إسلام. أقرأ للشيخ الغزالي رحمه الله، محمد غزالي يقول: علينا قبل أن نسأل عن ما هو حكم غير المسلم، علينا أن نسأل كيف قدم المسلمين هذا الدين، يعني ما حكم تقصير المسلمين بعرض هذا الدين. حقيقة الإشكالية، أنت تطرقت إلى إشكالية هي الخلط بين الإسلام والإرهاب والإسلاموفوبيا، وهذا يعتبر من مصطلح الإسلام الأوروبي، وفي هذا الكتاب تطرقت إلى هذه المواضيع الثلاثة. نحن هل تجد أنت المسلمين في أوروبا هم الذين أخطأوا في عرض هذا الدين الحنيف وسماحة هذا الدين الحنيف؟ نعم، نعلم أن هناك بعد 2001 والغزو الأمريكي للعراق 2003 حدث ما حدث من هذه الضوضاء، ولكن صدرت فيما بعد ربط الإسلام في الإرهاب، وهناك حركات بعد 2011-12 حركات الهجرة الكبيرة، الإسلاموفوبيا ظهرت بشكل قوي إلى السطح. لكن هل ترى أنت المسلمين في أوروبا لديهم تقصير في عرض الرسالة؟ والله بصراحة نحن نظلم مسلمي أوروبا إذا حملناهم كل مشاكل الدول الإسلامية والوضع في الشرق الأوسط وديكتاتوريات العالم والإرهاب وغير ذلك. مشاكل العالم الموجودة اللي حوالينا أكبر بكثير من مسلمي أوروبا وقدراتهم. يعني أعطيك مثال، كثير من الناس يوم 11 سبتمبر إجوا الناس تاني يوم، صار كل مسلم يجب أن يثبت أنه لا علاقة له بفكر الإرهاب والفكر القاعدي، اليوم نقول فكر الداعشي أو غير ذلك. لا، الأصل في الموضوع حتى بالقانون بيقول لك الأصل براءة الإنسان، حتى المتهم
بريء حتى تثبت إدانته. فكيف صار بدك يوم بعد 11 سبتمبر صار يضرب ناس في الشارع أيام إذا عنده لحية طويلة؟ إخوان وأصدقاء سيخ، يعني سيخ غير ديانة، يكون شكله فكروه أسامة بن لادن بالشارع، أكل قتل المسكين لأنه شكله بلبسه وبدقنه بيشبهه. فصارت صار وضع المسلمين، وهنا مهم جدا جدا التحدي الحالي، أنك أنت تحت المراقبة، أنك أنت يجب أن تبرر كل فعل تفعله. وصار تحول هذا من ظاهرة اجتماعية ثقافية إلى برنامج سياسي. اكتشف السياسيون أنهم بهذه الطريقة يمكن أن يلعبوا على عواطف الناس وخاصة اليمين المتطرف ويكسب الأصوات سهلة وبسيطة. هل يعني هذا أننا فقط مظلومين ومساكين وما لنا علاقة بشيء ولا نستطيع أن نفعل شيئا؟ لا، يعني نحن نقول أننا من الظلم أن نتحمل كل شيء، ولكن ليس صحيحا أن ليس بيدنا شيء. نحن كمسلمين أوروبيين نستطيع بالمشاركة وبالعمل التأوب وبالدخول بكافة المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدخول بالمشاركة السياسية وبالأحزاب السياسية والعمل كناخبين بالصوت الانتخابي البرلماني أن نؤثر في النظرة العامة للإسلام والمسلمين، وأن يكون عندنا تحالفات عندما نضرب يأتي من يدافع عنا ويعرف أنه إذا دافع له نتيجة عندنا وعند غيرنا. من هذا المنطلق نعم نحن مقصرون. هذا ما أعني أنا. المسلمين الآن بغض النظر عن عرض، يعني يقول أحد العلماء الأمريكان يقول نحن هذه البيبسي وصلنا لكم إياها في بلادكم وعطيناكم عنها كل شيء، عملنا لكم دعاية، أنتم ما قدرتوا، وحمل القرآن وقال أنتم ما قدرتوا تبينوا لنا هذا القرآن إيش هو. يعني نحن قضية عادلة، لكن المدافعين عنها سيئين أو مقصرين، لا أستطيع أن أقول إلا أنهم مقصرون. لذلك أنا أريد أن أقول الآن، نعم. الآن المسلمين في أوروبا لا يوجد لديهم منبر إعلامي، لا توجد لديهم قاعدة ثقافية حقيقية لدعم السياسيين المسلمين من غير تحيز، لكن نقول لا يوجد لديهم هذه الثقافة. يعني المسلمون في النمسا دائما يحاولون أن يواجهوا أو أن يناحروا أحد إذا نجح أحد السياسيين. لا، ولكن خلينا في النمسا. يعني النمسا مثلا عندما أنا أتيت للنمسا بالثمانينات، بآخر الثمانينات، كنا نتناقش لما أتينا في النمسا وفي بعض المساجد وبعض الأئمة وبعض الحركات الإسلامية السياسية تؤيد كلام أن الانتخاب بحد ذاته حرام تنتخب. هذا لما جينا كان مشكلتنا آخر الثمانينات وبداية التسعينات أن نقنع الناس أصلا ينتخب، لسه ما وصلنا للمشاركة السياسية، وين بعيدة، إنه إذا انتخبت الله ما بيغضب عليك. هاي أول ما بدينا. كيف استطاعت هذه الأفكار الوصول إلى هؤلاء الناس؟ والله بسهولة، لأنه بيجيك ناس نحن ثقافتنا محدودة، بيجيك واحد بيقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الله قال مكتوبة بالقرآن، وهذا حكم غير إسلامي، فإذا صرت كافر، إذا انتخبت بتصير كافر، بدخلك على جهنم وبكل سهولة. ذمتهم واسعة، وأتوا لعندنا وأتوا إلى بيوتنا وتناقشنا الليالي الطوال. إذن هم ليسوا من هنا، هم من هنا. لا، من هنا، مسلمين من النمسا، عايشين بالنمسا وعندهم جنسيات نمساوية. الفكر المتقوقع على نفسه، الفكر الذي لا يريد أن يتداخل مع الآخر بأي حال موجود للأسف في عقول الكثيرين، ولو لم يكن بهذه الشدة التي أتحدث عنها الآن. هذا الكلام الإخوة الجدد لما يسمعوا يستغربوا، ولكن كان موجود. ولكن حتى الآن نسبة يلي بيروحوا بينتخبوا بالنمسا بين النمساويين بشكل عام حوالي بين 70 وبين 80% حسب الانتخابات.
مو 100%، 70 إلى 80. بين المسلمين التوقعات تقول تقريبا 45%. يعني إلى اليوم نصف المسلمون المجنسون أو أكثرهم لا يستخدموا ورقتهم الانتخابية في برنامج انتخاب الحزب، في صوت التزكية. يعني مثلا لما عملنا برامج سياسي، العفو، أنا سمعت من بعضهم في هذه النقطة فقط أنه يقول لا يوجد أنا لدي سياسي يمثلني، لماذا أذهب أنا إذا ذهبت اليوم انتخبت الإسبيو أو انتخبت الخضر، وهم لا يعبرون عن سياستي وعن مصالحي، لا يدافعون عنها. لذلك وصلنا وقتها إذن هو يقاطر. لا لا، هو وصل أتينا إلى هذه الفكرة. أتينا سنجيب إن شاء الله. وقتها ناقشنا الأحزاب السياسية وتواصلنا معهم جميعا، ووقع الاختيار بعد النقاش والدراسة مثلا أن يكون أخونا عمر الراوي مرشح في الحزب الاجتماعي الديمقراطي، يعني الاشتراكي الاسبي، وكان في فيينا. ووقتها كان ما حتى يعرف عمر الراوي. إجا بالانتخابات حوالي 3000 صوت تزكية من المسلمين، غالبيته من المسلمين، كان لنا أصدقاء أيضا غير مسلمين لكن غالبية مسلمين. فوقتها مع أن هذا العدد يعتبر بسيطا كان مفاجأة قوية جدا على أعلى المستويات وعلى أعلى الصحف، وصار اسم عمر الراوي برنامج سياسي لناس عم تدعمه، ناس بتتشارك. بعد سنة أو سنتين من هذه الانتخابات في أول فرصة أدخله الحزب إلى برلمان فيينا، بسالسبورغ في أخ تاني اسمه مثلا طارق ميتة موجود، دخل في ناس، بعض الأخوة، في بعض ناس آخرين ليسوا شرطا أن يكون من الاتجاه المتدين المسلم واتجاه علماني أو غير ذلك، ولكن متضامن مع المسلمين. في عنا في نورت الإلماز، في بعدين حتى منى دوزدار، في غيرهم دخلوا. فإذا بهيك حالة أنت تدعم الوجود القوي وتقول أخي أنا عندي واحد مثل كمثال وقت منا عمر وبعدها لا أعطي صوتي وأنساه. ليه؟ لأنك في هذا إشارة لهذا الحزب وغيره أن هناك صوت قوي اجتماعي مسلم. لا يعني، وهنا آتي إلى تعريف آخر موضوع الإسلام السياسي، لا يعني أنني أمارس السلطة الإسلامية السياسية في هذا المعنى، أنا أشارك في حقي الانتخابي وحقي الديمقراطي دون أن أفعل ذلك كبرنامج ديني. هذا أيضا مهم أن توصل هذه الرسالة، إننا نحن لا نسيء استخدام الدين لبرنامج سياسي، هو بالأخير ممثل حزبه، ولكن يأخذ بعين اعتبار مواضيع أخرى في حزبه. ليس هناك من عنده هذه الأهلية في هذا الموضوع، لكن هو سيدافع عن الثوابت لمن انتخبه. هناك لدى الناخب من الطبيعي ثوابت. من الطبيعي مثل أي إنسان، مثل أي واحد يلي بيكون منتخب من قبل النقابيين حقوق العمال. كيف يمكن تعزيز، ترى كيف يمكن تعزيز الثقة بين من سيتقدم، إن كان الأستاذ عمر أو غيره؟ نعم، من سيتقدم كيف يمكنهم تعزيز الثقة بينهم وبين الأصوات المسلمة؟ التواصل، الشرح، الإعطاء، ماذا يفعل الأخ؟ يعني مثلا كثير نحن بنقعد بيجي بيقول لك الواحد انتخب فلان عمر لأنه يصلي معنا، جميل، ولكن أنا ما بنتخبه بس لأنه عم يصلي معي، أنا أتوسم فيه خيرا، أنا أتوسم فيه خيرا صحيح، ولكن الأصل لازم أعرف هو ماذا يفعل، هو مع من تكلم، هو من ساعد، هو ماذا أنجز في مجاله. وربما في بعض الأمور لم يستطع أن يصل لكل ما يريد ولكن حاول جهده وممكن أن يكون موجودا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المشاركة في الصداقات وفي العلاقات على مستوى
المكان الموجود. يعني أنت مثلا لما تكون أنت بديت تتعلم اللغة الألمانية وبديت تتكلم، في عندك كل إنسان عنده مجال واسع يبني صداقاته، يبني يصير عنده علاقات مع الجيران، أولاده يكون عندهم علاقات مع الآخر. هي أحد المشاكل التي نعانيها، أن كثير من الناس يخاف أن ابنه مثلا يزور صديقا له غير مسلم في بيته، وهذه أمور كمان بدها مراجعة وأخذ وعطاء في هذا الأمر. شكرا لهذا الإيضاح. أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر طرحته في هذا الكتاب، وهو نحن العام اليوم نحن في 7 شهر، وأنت طرحت موضوع في هذا الكتاب هو تهنئة غير المسلمين في أعياده. كيف ترى في ضمن يعني الشيخ القرضاوي أطال الله في عمره يقول إني أراه مندوبا؟ تمام. والله الموضوع التهنئة يعني هي أتعبتنا صراحة، ولازم يجب أن نعيدها دائما، أنها هي أمر عرفي اجتماعي وليس ديني. ليه؟ نأخذ حتى الفتاوى التي تقول بحرمتها، نأخذ من ابن تيمية للشيخ بن باز لابن عثيمين لغيرهم الذين يقولوا حرام. لماذا حرام يا مشايخنا؟ بلك لسببين. السبب الأول أنك بهذا المعايدة في عيد الميلاد مثلا تقره على دينه بأن المسيح ابن الله، تقره اعتقادا. هنا عندنا يا أول شغلة. والشغلة الثانية أنك تحابي عدو الله وتتذلل له وتنزل قيمتك أمامه. أنا أقول في حال وجود هاتين الحالتين والله معك حق، كمان حرام. نحن نقول كمان حرام، ولكن الآن إذا عايدت نمساوي مسيحي أو عربي مسيحي قلت له عيد مبارك عليك اليوم الميلاد أو عطلة سعيدة أو عام مبارك، هل يعني أنك تتذلل له؟ إذا هو إجا بارك لك برمضان علمناه، نحن نعلمهم على فكرة، أن يسألونا على العيد يباركوا لنا في عيدنا، يقول عيد مبارك الأضحى. يا سيدي نحن هنا في هذا المسجد في رمضان السابق أتى أكثر من 50 نمساوي وفطر ويعيدوا ويفطروا ويذهبوا على العيد. فإذا هذا العمل الاجتماعي نقول أنه ليس حراما بل مندوبا ومطلوبا. وإن كان عندك تحرج أن تقول عيد ميلاد سعيد هابي كريسماس، لا تقوله ميري كريسماس، قول أتمنى لك عطلة سعيدة. ما حدا جابرك، في ألف طريقة. ولكن حتى إذا فرحت بعيد ميلاد السيد المسيح بلك إيه بس المسيح ما ولد بالشتاء، أخي شو دخلك؟ ما ولد بالشتاء، إن شاء الله ولد بالصيف ولا ولد بالخريف. هذا أصلا هم يعرفوا أنه ليس يوم بالمعنى التاريخي والتوثيقي، هو يوم تعارفوا عليه أنه هذا هو يوم ميلاد السيد المسيح، ونفرح جميعا بميلاد السيد المسيح وكل عام وأنتم بخير. أما عيد رأس السنة فهو أصلا لا علاقة له في الدين بشيء. إذا تمنيت الإنسان سنة طيبة كحقبة من الزمان، وكنت أنت في الصين أو كنت هندوسي أو كنت يهودي أو كنت مسلم، أين المشكلة؟ وإذا كانت عام هجري يا سيدي كمان أهلا وسهلا. يعني أو مثلا عنا بيقول لك عيد الأم، حتى بيجي بيقول لك عيد الأم حرام. ليه حرام؟ إذا كنت آخذه أنك في هذا اليوم تريد أن يعني تعطي زيادة إظهار حب وإظهار ود وإظهار يعني تواصل مع الأم، أين المشكلة؟ ألا يقول لك أحدهم إنها بدعة؟ هنا تعريف البدعة مو يقول لي ألف واحد، ادخل على الإنترنت بتلاقي كتير البدعة. نقول يا جماعة هناك في البدعة متى تكون البدعة؟ هي في وجهة نظر، لما تقول أن هذا له علاقة بالدين، أن هذا الأمر هو ديني ويجب أن تقوم به من وجهة نظر
دينية تأصيلية شرعية، نقول أدخلت في الدين الآن ما ليس به فدخلت في مجال البدع. أما التعاملات العرفية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف حتى في كل المدارس الشرعية يعتبر أحد الأمور التي يجب علينا كمسلمين أن نحترمها وننتبه عليها ونمارسها. فإذا كل موضوع البدعة والشيء التخويف من أي شيء لم يكن مألوفا عندك في بلدك الأصلي هو عليه ملاحظة. يعني نريد أن نفرق ما بين السنة الحسنة المحببة إذا جعلناها وصلنا. هناك من يقول البدعة الحسنة، فإن كانت أنا لا أعتبرها أصلا، أعتبر كلمة البدعة غير ما لا علاقة فيما نتحدث به أصلا. إذا هو عرفا وعادة اجتماعية وليس لها علاقة بالدين أصلا، هي علاقة بالدين من ناحية الود والاحترام، هي لها علاقة بالدين. كيف أظهر هذا الاحترام؟ هو عرفا وفقط. إذن كيف نوصل لفقه الاختلاف عند المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد؟ كيف يجب أن نوصل إليهم فكرة فقه الاختلاف بيننا فكريا، كوننا لا نتحدث عن أصل من أصول الدين والعقيدة في هذه المواضيع؟ لأن هناك كثير من المساجد وهناك كثير من الأئمة والخطباء والأخوة يدخلون في مناكفات وفي صراعات لا تغني حقيقة وسيئة وتسيء إلى المسلمين جدا جدا في وتخص هذه المواضيع، وهي مواضيع متكررة دائما. صحيح. أعياد الميلاد للأطفال في المدارس، يقول أنا ابني لا أحتفل في عيد ميلادي، لا أصنع له عيد ميلاد. يقول أنا لا أحتفل في الكريسماس، يقول أنا لا أحتفل في عيد الأم. أنا هذه تمام. بدعة، هذه سنة ليس سنة، غير محببة غير حسنة، ويدخل في مناكفات. نحاول إن شاء الله الإجابة، وهو التفريق الواضح بين الثابت والمتحرك أو المرن في الشريعة الإسلامية. هناك ثوابت مثل الصلاة، ما تجد اللي والله لأنك بأوروبا هلأ بلاها، لا، في عنا 5 صلوات في اليوم. عندك مشكلة نجمع، منقصر، منلاقي طريقة، إذا اضطريت تقضي، ولكن ما تقلي بلاها. ليش؟ لأنه من ثوابت الدين. لما تجي تقلي لازم أنا الظهر الساعة 12:30 أو واحدة هلأ صليها بالمدرسة، إذا أنا عرفان أنه ممكن يجيب لي مشاكل الآن في الجامعة أو في العمل أو في الجيش أو في السجن أو في المستشفى، نقول لا، ما لك مجبور 12:30، جميل الصلاة على وقتها، بس لا، المتحرك والمرن أكبر بكثير حتى للجمع. كمثال بسيط، المتحرك والثابت يعني الثابت هو الصلاة، المرن والمتغير والمتحرك هو كيفية التعامل مع هذه الأمور، وأيضا احترام الآخر. يعني أنا لما بشرح للإخوة الأتراك عندي في السجن أو الشباب في المدارس وأعطيهم بعض الفتاوى المرنة من مذاهب أخرى غير مذهبهم، وأنبههم أقول لا تذهب إلى شيخك في الجامع وتقول أنت عم تعلمنا خطأ في هيك كلام، تقوم بفتنة. انتبه، أنت هذا الكلام لك في حالة معينة تحتاجها، يمكن أن تستخدمها، والأفضل إذا لم تلزمك هذه الرخصة أن لا تأخذ بها إذا صح لك ذلك، ولكن ما تروح تعمل حالك بروفيسور على شيخك في الجامع وتعمم الموضوع. يقوم يجي المسكين الهوتشا أو الشيخ بالجامع عاطي فتوى المساء، ثاني يوم نص الجامع عم يقول له لا هذا الشيء خطأ، هذا ممكن في غير شيء، لا. والثاني وللشيخ وللمشايخ لما نعود معه مع الأئمة ونعطي بعض الورشات العمل، نقول لا أخي أنت عطي دائما شيء من المرونة لمن تتعامل معه. يعني مثلا كان عندنا في النمسا لما جينا بعض المشايخ وبعض الشيخات النساء الذين تعلموا الطهارة على المذهب الشافعي، الطهارة على المذهب الشافعي أصعب مذهب، وتأتي المسلمة الجديدة التي أسلمت قبل يومين
والمسكينة تأخذ الطهارة بحذافيرها وبمشاكلها، ويصبح عندها شيء من الوسواس. المسكينة ما تعرف تصلي لأنه خايفة تكون طهارتها غير صحيحة. فنقول لأخي المذهب المالكي في عنده أريحية كبيرة جدا في موضوع الطهارة. نفتي لهم للمسلمين الجدد يا جماعة بالمذهب المالكي، خليه يرتاح، خليه ينتبه على الصلاة، ما يضل آكل هم هون في نقطة نجاسة بجوز على البنطلون لأنه كلب مر عليه أو شيء. موضوع الكلاب أنه تذهب، لا نفتي بالمذهب المالكي، نفتي بالمذاهب التي تقول ليس هناك حرجا إذا أنت ماشي رايح على الجامع المسكين تصلي فرضك وبالشتة وإجا كلب وإجا على بنطلونك، شو بدك تساوي؟ بدك ترجع على بيتك تغير ملابسك؟ بدك تروح 7 مرات وواحدة بالتراب؟ وين بدك تساوي؟ بالشارع؟ بالتلج؟ في فتاوى معتمدة وتقول أنه لا حرج إن شاء الله موجود، نفتي بها. نفتي بها أيام يقول لك واحد هل تتجرى على الفتوى؟ لا أخي، مو موضوع تتجرى، موضوع أن يكون عندك علم بالفتاوى الشرعية الموجودة والموثقة وتسقطها على الواقع، أن هذا الإنسان الذي يسألك يأخذ حقه من العلم، وبعدها هو صاحب العلاقة هو الذي يقرر من أي هذه من أي فنجان أو من أي إبريق يشرب. يعني الثابت العقيدة والثابت أيضا، وكثير مهم هذا الوضع، وهذا الثابت حتى سنة وشيعة، هو الوجود الإسلامي في أوروبا. أني أنا كمسلم عندي بعض الخصوصيات في ديني يلي تختلف بجوز مع الآخر، وأنا أطلب منك يا آخر يا غير مسلم أن تحترمها وألا تأخذ معاداتها كنظام سياسي أو كبرنامج شعبوي ضدي. هذا ينطبق على الجميع، وهذا من أحد الثوابت التي يجب علينا كأوروبيين مسلمين أن نقدم إسلامنا أولا بشكل يفهمه الآخر، وثانيا دون التخلي عن الحقوق والثوابت. ننتقل معك إلى موضوع آخر يمس واقع المسلمين، وأنت ذكرته في هذا الكتاب، ألا وهو الإسلام والفنون، كيف نتعامل مع الفن الساخر. المثال الذي أعطيته كان حول عادل إمام على ما أذكر، وحكم وتلقيه الحكم لمدة عام، لكن كيف يتعامل المسلم في الغرب مع الفن والفن الساخر؟ أنا لا أتكلم عن المسلم في البلدان العربية. نعم. أنا لدي صديقي جهاد، يعني لديه مسرحية وقدم هذه في عدة مناسبات، لكن يقول لي جهاد وغيره طبعا، يقول لي نحن لا نستطيع أن نتعامل مع الفن الأوروبي. تمام. طبعا هو لا يقول هكذا بالحرف، لكن يقول نعم هناك صعوبات. صحيح صحيح. الفنون وأسلوب التعبير هي عالم كامل يحتاج إلى مراجعة المجتمع الذي أعيش به وحياته وتركيبته وثقافته وخلفيته التاريخية. هذا ضروري جدا لنا كمسلمين جدد. يعني مثلا عندما تذهب إلى المتاحف كلها، ولا نحكي بصراحة أخي لا حياء في الدين مع مجهود المشايخ وكلهم أهلا وسهلا، ولكن تذهب إلى المتاحف ترى كثيرا من الصور العارية، سواء صور رجال أو نساء أو أعمار كبيرة أو غير ذلك، وترى تماثيل عارية. فماذا تفعل كمسلم؟ هل تقول أن علي أن لا أدخل هذا المكان أبدا؟ أقول لا، ما دام العرف هنا أن هذا متحف وهذا ليس مكان تعري وهذا ليس حفل راقص وهذا ليس كباريه بالمعنى العربي، يعني مكان الرقص وغير ذلك والخلاعيات، فهذا مرفوض، هذا مسموح يا أخي. بالعكس، تدخل على المتاحف وتفرج وتدخل مع أولادك، إذا شيء لقيت تحرج منه ممكن أن تتجاوزه وتذهب إلى غيره. فأنا حكيت كلمة كباريه الآن بالمفهوم الشرقي
أما بمفهوم النمساوي إذا قلت كباري هو المسرح الساخر. إذا رحت على مسرح ساخر يبهدلوا السياسيين، يفضحوا من فوق لتحت، يتمسخروا عليه، يضحكوا. والسياسي تلاقيه جالس مثل جهاد هنا الآن، هو عم يضحك أكثر من غيره، عم ينضحك عليه، بالعكس فرحان إذا إجا بالبرنامج عم يتمسخروا عليه. أنا مرة نفسي تم السخرية علي بأحد أهم البرامج النمساوية، لما قالوا لي أنا كنت على سفر فرحت. ثاني يوم الصحفي لما قلوا للصحفي يقول لي والله مبروك مبروك، قلت له ليش مبروك؟ قال يعني مجرد أنك أنت على هذا المستوى أنه هن عم يفكروا فيك أصلا معناته صرت شيء، صرت لك وجود، العالم عم تهتم فيك. الكاريكاتور فإذا مثلا أعطيك مثال، مرة في واحد كان اسمه دايتس، أشهر الكاريكاتير يلي مروا على النمسا بشكل لاذع لاذع لاذع، يعني بشكل غريب عجيب، على الكنيسة مصيبة، يعني ما بيخلي واحد لا كاردينال لا شيء. ومرة عمل شيء يمكن كانت على أفغانستان أو غيرها، وحط واحدة لابسة البرقع بالكاريكاتير تبعه، فبعثوا لي أخوة قالوا لي هذا عداء للإسلام. قلت لهم يا جماعة أنتوا بتعرفوا مين هاد دايتس؟ شايفينه شو عامل بالناس؟ شايفينه شو عامل بالكنيسة؟ برئيس الجمهورية؟ برئيس الوزراء؟ أكثر بألف مرة من هي الصورة. فإذا وضعك أنك أنت كمسلم هنا ترى الموضوع أن السخرية إذا كانت عن طريق فني معين ممكن جدا أن تتحملها وبكل سهولة، وحتى تضحك أيضا عليها. لكن هم أين المشكلة؟ المشكلة اللي صارت 2006 تمام. وهذا اللي خربت الدنيا تمام. بالدنمارك، أن الصحيفة يومية الدنماركية اللي نشرت الرسوم المسيئة بعثت لكاريكاتوريين خصوصي، قالت لهم بدنا كاريكاتير يستهزئ بالمسلمين ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفزهم لنفحصهم هل يتحملوا أم لا. هون بقى بنقول لا، هنا دخلنا، هنا مقدس، دخلنا حتى ولو غير مقدس، دخلنا بالتمييز والعنصرية، ودخلنا أنك أنت عم تأخذ جهة معينة وإضافة على ذلك الاستهزاء من مقدساتهم ودينهم، حتى ولو غير مقدس دخلنا بالعنصرية، دخلت بالدين والعقيدة، صرت حتى بالاستهزاء. فإذا هنا المشكلة أخي سيف، كيف تستطيع أقلية كما يقول الأستاذ أن تفرق بين الأمرين؟ هل هو الأمر مثلي مثل غيري، أتحمله مثل ما أتحمل الباقي، أم أنه أمر يخصني كمسلم استفزازي أو استهزائي؟ الأول نقول وغالبية الأمر كذلك أنه الأصل في الموضوع أن يكون عندنا شيء من المرونة في التعامل مع المواضيع هذه. يعني مثلا حتى الكاريكاتير الدنماركي، واحدة من ال 12 رسمة اللي نشرت كانت بالعكس، كانت تدافع عن النبي الله صلى الله عليه وسلم مثلا. يعني تأخذ كمان الشيء شارلي هبدو، آخر واحدة نشرتها لما حطوا يعني صورة الحبيب المصطفى وخاتب أنا أسامحكم، كانت دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيام بيكون الكاريكاتير نفسه ما هجوم عليك، وأيام بيكون هجوم على فكرة معينة أو على ظاهرة معينة بس مو على الدين. كيف أتعامل مع ذلك؟ هذا يلي أنت بدك... كمسلم موجود الآن في أوروبا، كيف تنظر إلى هذه الإساءة إذا كان تخص المقدس؟ ثانيا أنا كان السؤال أو الذي طرحته أنت هنا تعامل الإسلام مع الفن. تمام أريد إجابة سريعة. إذا كان أخذنا أنه استفزازي فهناك إلى جانب الـ 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 الـ
احتجاج الثقافي والسياسي ايضا القانوني. يعني في هون باراجراف في قوانين نمساويه تحمي ضد الاستهزاء من العقيده ومن الاسس الدينيه للاخر، المقدسات الدينيه. فاذا ممكن جدا ان تاخذ هذه وان تقدم ايضا دعوه، وهذا قمنا به، ولكن ليس في موضوع الفن، في مواضيع اخرى، مثلا مع جيرت فيلدرز السياسي الهولندي المعروف. اما موضوع الفنون بشكل عام، بالعكس ننادي ان نتعلم الفنون في اوروبا، اسلوب الفكر الفني، زياره المتاحف، زياره المسارح. يعني انا اتمنى جدا لما اروح لعند اخونا جهاد وعنده وعم بحضر الناس اللي جايه، ما بتلاقي ولا مسلم، بتلاقي بس غير مسلمين. يا جماعة هذا جاي عم يشرح للناس موضوع الجهاد، لأنه اسمه جهاد، بشكل فني وراقي وضحك ومزح، وحتى في نقطة كثير مهمة لطيفة جدا، معاناة الإنسان، أنك ممكن أيام تتمسخر حتى على نفسك. يعني مثلا أنت تعطي النكتة وأنت عم تضحك على حالك، ممكن هذا قمة. في ناس بيقول لك أنت شو تتمسخر على حالي، بالعكس أيام بتكون قمة الفن انك انت عم تعكس وضعك بشكل يثير الضحك، ما بمعنى عم يضحك عليك، ولكن الضحك العام والمرح، كوميديا سوداء، الكوميديا السوداء وغيرها. نعم، يعني الفن، نعم للفنون، تفهم الوضع، الموسيقى، هناك الاقوال الثابته، والحمد لله نوعا ما خلصنا منها في اوروبا، انه لا حرج ان لم يكن فيها خلاع وغير ذلك. يتعلم أولادنا، تعلم بيانو، تعلم عود، تعلم ناي، فهم الوضع الموسيقي، أهلا وسهلا، وبالعكس نساعده في ذلك، ونحاول أن يكون لنا خط وقوة في المجال الفني والثقافي. للأسف لضيق الوقت كنت أتمنى أستمر معك، لكن لا نستطيع أن نأخذ محاور الكتاب جميعا، لكن هل ممكن أن نأخذ أسئلة من الجمهور؟ أهلا وسهلا، من لديه شرف. أسئلة فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك فيك. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة. بخصوص الحجاب، عندي في حديث طبعا يقول علموهم لسبع وضربوهم لعشر. الضرب ما هوش معنى الضرب المعروف عندنا، لأن مذكور في القرآن أكثر، وهو لا يعني الضرب. فهم. يعني من التجربة، إذا أنت علمت الشاب من صغره على شيء معين، نقول نعم. احنا من شاب على شيء انشاب عليه، من شاب على شيء انشاب عليه. وعندنا يعني مفهوم السؤال جايب ان شاء الله. خلاص هذا هو السؤال، ناخذ سؤال ثاني كمان، ناخذ سؤالين مثل ما بتحب. تفضل. ماشي، اتفضل. عفوا، يعني سؤالي، انت قلت يعني ان احنا من يعني من علموش الطفل. فهم اخي السؤال، سنجيب عليه. رحنا جاي عمر، جاي ان شاء الله. هو الصلاه، ولكن نعم. يعني كل شيء يعني سنجيب ان شاء الله. نعم. الشيء الثاني اللي هم طبعا الناس المتشدده يقول لك يعني ما على الكريسماس وكذا، بقى هو عمره اعمار، احنا اعمارنا بياما تاريخ، يعني بياما تاريخ مرتبه، بياما شهر ياخده، يعني من غالب في الدين يعني غلبه، يعني فهمتي؟ يعني هو لا يريد مغالاة. نعم يريد نعم تماما. عمرك يعني احنا عمر اعمارنا متفقين، 1900 وكذا كذا، يعني اعمارنا بالميلاد ومرتباتنا بالميلاد متفقين. نعم بارك الله فيك. ناخذ سؤال اخر من الاخوه. استاذ احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اشكر حضرتك مهندس طرف على المحاضره القيمه، طبعا طويله مش هنستطيع نسال فيها كلها، المايك لو سمحت. من بدايته انا حبيت اقول لحضرتك، وطبعا تعلم ذلك، والمهندس عمر والجاليه الهيئه الاسلاميه، ان الموضوع اساسا، انت حضرتك قلت كلمه جميله، ان هو مسيس من البدايه. انا لم اتدخل في الشرائع الاخرى واطلب بتعديل شيء في دينه في شريعته، ولا اطلب منه اي شيء. انا لا اتدخل في لبس الراهبات، لا اتدخل في لبس الزي الهندي، لا اتدخل في اي شيء يخص اليهود.
هتحاسبني تقول لي انت قادم الينا في بلدنا؟ نعم احنا في بلدك، لكن ليس كل من ياتي اليك تطوعه حسب شريعتك او مذهبك او عقيدتك. النقطه الثانيه بالنسبه لان حصرنا بانك درس الموضوع الحراك في نقطه الحجاب. الحجاب ليس هو الهدف. هندخل في نقطة الأستاذنا قال 14 سنة أو السابع علمهم للسابع واضربهم على العشر. ليه إحنا ما ناخدش الحجاب لعشر؟ لو إحنا حبينا العلماء يقننوا سن معين نتبعه كمثال للصلاة محاكاة للصلاة. ليه أنت عمال تدخل في ديني وفي شريعتي وتقول لي 10 و12 و14؟ الشيخ عبد الرحمن حبنكة رحمة الله عليه. نعم. هذا ليس بدكتور ولكن يعدو الألف دكتور. هو دكتور على فكرة. دكتور. أنا لا أعلم أنه دكتور. ابن الشيخ حسن. نعم. يتكلم فكرة راقية جدا على حكاية 14 عام. هو السن الذي تستطيع أن تنشئ وتقوم وتضع الخطوط العريضة، وهو السن اللي حفظ منا معلومة في الصغر في قبل 14 ما زالت راسخة. هو ده السن التعليم. والغرب يدعو إليه بكل حذافيره، هم درسينه أكتر منا. 14 سنة سن خطير جدا. بعد ال 14 أنت لا تستطيع ولا أنا نعلم ابني ولا بنتي أن أطوعه على شيء. تمام. الحديد وهو ساخن تطوعه، بعد أن يقصى لا تطوعه. مفهوم. هذه معلومة نقطة انتهينا منها. السؤال بالنسبة نحن نتفق أستاذ أحمد، إن شاء الله اتفق معك الأستاذ طرف، لكن نريد أسئلة. لو سمحت لي بالنسبة للجالية الإسلامية اللي هي ما اتفقت على كل شيء. لا أنا ما بسألش أسئلة، أنا ما بسألش أسئلة. تفضل. إحنا يعني معلومات كلنا نكمل بعض. نعم. أنا ما بسألش أسئلة وحاشا لأن أسأل المهندس. لا تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. هي مداخلة. نعم. مداخلة. بالنسبة للهيئة الإسلامية طبعا كثير اتكلم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. احنا يوم ان تنازلنا عن في القانون الاسلام انا ما كنت موجود ولا اعرف ماذا جرى، لكن هم انا عارف الضغوط عليكم اكبر، وكل رئيس وعد في امريكا بانه هيفعل ويفعل، عندما تملك الحكم اعتذر. فالضغوط كثيره وحمل صعب، لكن احنا عمالين نتنازل كل يوم خطوه خطوه خطوه، هتنزل السلم 100 درجه لدرجه. فانا اطلب عدم او نقاوم وعدم تدخلهم في شؤوننا. نقف زي ما قلت حضرتك بعد سن القانون، رفع دعاوي، اي شيء انا كاتبه في رساله عندي 500 صفحه، نقعد مع بعض نشوف ايه اللي يتعمل، لان احنا كده ذاهبين تقريبا الى الضياع. ونشكر حضرتك. الله يجزيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نجيب لو سمحت. اول شيء الخطر، يعني اخونا الفاضل اعطانا مثال اهم بكثير موضوع الحجاب، هو موضوع الضرب. نحن بنقول ما في ضرب، ولا تمد ايدك على ابنك باي حال من الاحوال. يجي واحد يقول لي عم تخالف السنه، اعوذ بالله. نقول يا جماعه هذا الحديث نفسره اخوتي واحبابي انه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لنا انتبه تماما اكثر، انتبه اكثر بالسابعه، والتزم بالموضوع ولا تتركه وتشبث به من العاشره. والموضوع هنا موضوع الصلاه لا نسقطه باي حال من الاحوال، اصلا بالضرب لا نسقطه حتى بالصلاه على اي عمر، ما في ضرب. نحن ضد اي مد يد على طفل او طفله اعتقد هناك في كل العمر. اعتقد هناك خلط في موضوع الضرب، يعني حتى في باللغه العربيه يعني. باللغه العربيه له تفسيره اصلا. نعم. انه ليس الضرب الذي يفهمه الناس، ولكن انا اقول على ما فهم الناس. نعم. انا اجيب على نفس فهم الناس مشان انهي الموضوع بسرعه، لانه تحدثنا عليه توقع في محاضرات اخرى. نعم. في تفسير بسيكولوجي ونفسي، ولكن بشكل عام من الاخير ما في ضرب. بنيجي على موضوع الحجاب، لا بالعكس اخوتي، انا عم بعطيكم خبرات، الذي يريد ان ياخذها ياخذها، الذي لا يريد ان ياخذها يجرب غيرها ومشكلته. ان بالعكس بالذات في موضوع الحجاب
إذا كان فقط من تعوض في الصغر مشي حاله في الكبر، لا، هو قرار، لأن التحديات على الأخت المسكينة. نحن سهل يا جماعة كرجال نتفلسف عن النسوان، نحن بنقعد نقول تحجبي وخلاص وشو قصتك وتستر يا حرمة، لما هي المسكينة، هي المسكينة اللي عايشة، يلي عايشة بالطريق، يلي رايحة على المدرسة، يلي رايحة على الجامعة، يلي عم تناقش. فلا، نحن منقول هذا القرار يا جماعة، البنت خليها تاخذ راحتها، ولكن يلي انت عم تقوله نعم تتعود في الصلاة تلبسه. اذا رايحة على الجامع، انا بناتي لما كانوا صغار لما يروحوا على الجامع بعطلة الاسبوع يلبسوا من البيت، يتعودوا يشوفون الناس، يشوفوا الشغلة لا يستحون منها. بالمدرسة ما بيحطوها، يعني لا، من الممكن معك، ولكن ليس بمعنى أن نحجب البنت وتصير من لما عمرها 7 سنين 8 سنين محجبة طول عمرها، صار شعرة عورة على كل هالناس، لا، مو صح، مو دين. فإذا نقول وننصح، ننصح أنه يا أخوة يا أخوات طولوا بالكم بالهدوء بالرواء لحتى البنت تأخذ، تكون عندها الوعي الكامل لهذا الموضوع. موضوع أخي الكريم أخي الفاضل، الهيئة الإسلامية والقانون الإسلام، نحن كنا ضده دون خوف من أحد، وطالبنا ذلك داخل الهيئة الإسلامية، وبالأخير الهيئة الإسلامية وافقت ضدنا، ولم يكن هناك أحد من السياسيين يجبرنا على الموافقة، وحصل أنه تمت الموافقة عليه. ونحاول طبعا أن نقوم بالخطوات اللازمة لهذا الموضوع مشاركة وقانونيا. يعني أعطيت مثال، نحن يعني هلا مثلا حزب الخضر الذي كان يحكي لنا 30 سنة أنه مع حقوق الإنسان ومع حقوق الأقليات ومع حقوق المسلمين وأصدقائنا وشربانين معهم شاي وقهوة وقاعدين وسهرانين، وموجودنا هلا. فطبعا هلا شو بنساوي؟ نفعل كل العلاقات. انا بكره عندي وحده برلمانيه مواعيد، اخونا عمر عنده مواعيد، اخ ثاني عنده مواعيد، اخ بسام عنده ناس، بيتصل تليفونات، بياخذ وبيعطي، بيخلي الجو العام يتحرك بشيء انه انتبهوا يا جماعه، انتم حتى يمكن ان تخسروا من ورائه. هو فهي اخونا رسالته واضحه وصريحه، وانا اخذها، وهذا ان شاء الله ما نعمل عليه اصلا. انتم اهل لذلك، هل ممكن ناخذ مداخله من طبعا طبعا وفي فضل. الاخت أسوأ. الاخوات كمان بعدين عمر وبعدين الله. اخت هيفاء تفضل ان شاء الله. شكرا لفوق اسمعوني. انا بس حبيت في مساله، يعني في موضوع ان هذا نفس النقاش لما صار نقاش منع الحجاب في الحضانات ورياض الأطفال، ونحن نعرف في الأخير في بلدية فينا لما سعينا أو بحثنا هل توجد حالة، أظن لم نجد حالة، وجدنا حالة واحدة فقط. لكن لما ندخل في النقاش في الفيسبوك أو على مراكز التواصل الاجتماعي، كان هناك كمان يقول حتى في موضوع رياض الأطفال، رياض الأطفال هم بنات 4 سنين و5 سنين، أنه أخي يجب أن نربيهم من الصغر حتى يتعلموا على ذلك. الغريبة أنه ما في واحد من الآباء والأمهات كان ممكن أن يخلد إلى باله أن يقول أنا كل يوم هذا طفلي العمر 3 سنين راح أصحيه 5 الفجر حتى يتعلم من الآن أنه يصحى على صلاة الفجر، أو أني أجوعه وأعطشه أو لا أعطيه الطعام حتى يتعلم من الصيام وهو صغير، أو أنني أوقظه في الليل حتى يتعلم على قيام الليل. هذه لو تكلمنا بهذا المنطق كان كل إنسان يقول أخي هذا غباء، ما بعده غباء. فعندنا مشكلة في منظومتنا وفي قيمنا، التركيز على أمور وترك أمور أخرى. يعني أنت الآن إذا تقول أنه أنا أريد أن أربي أولادي على القيم، أخي في هناك تربية كبيرة، عدم الكذب، الصدق في التعامل، المحبة، يعني في أمور كثيرة. ففي عندنا خلل كبير في التفكير، أنه علينا أن نسقل
الحديد وهو حار وما بعرف. فصراحة أنا أقول في النهاية إذا الله سبحانه وتعالى من 7 سنوات لم يفرض شيء، فأنا أعتبرها غريب أنه نأتي نحن ونقول لا لكن إحنا نبدي شوية قبل الموعد حتى يعني. يعني الله سبحانه وتعالى له الحكمة. فصراحة أنا أدعو إلى فعلا أن يكون في نوع من الأريحية في هذا الموضوع وعدم التشنج، هذا هو المسألة. يعني من يقول أنه علي أفعل هذا، لو ضربت له هذه الأمثال أنه لا أخليه ينام الليل، أصحي الصبح، لا يأكل لا يشرب، يتعلم العطش حتى يتعلم الصيام حتى يصير عنده جلد، كل واحد يقول لك يا أخي هذا غير ممكن. جزاكم الله خير. الله يجزاك خير. يعني أستاذ عمر لو سمحت لي يعني دع الميكروفون لديك. يعني لو سمحت، أنت تقول الآن أن علينا قبول، أنه الأخ المشاهد قد يفهم منك أنك أنت تقول أنه في موضوع الأطفال لا بأس، أما إذا وصل عمر 14 دعنا نتغاضى عن ذلك. أنت تقول ذلك؟ أنا يعني موقفي واضح في أنا أتكلم. أنا أعلم، أنا سمعت كثيرا، لكن هناك من أجل هناك التوضيح. أنا قلت يعني هذه القوانين التي سنت في فعلا هي هدفها هي الإهانة والانتقاص من المسلمين والحصول على أصوات واللعب على وتر أعداء الإسلام. أنا قلت في بلدية فيينا لما بحثنا، لما صار قال إن راح نمنع الحجاب في الحضانات، قمنا في استفتاء عام سألنا الحضانات، وحسب إذا لا تخونني الذاكرة أظن أنه لم نجد أي حالة أو ربما وجدنا حالة واحدة. في موضوع المدارس الابتدائية حسب ما أظن كانت 3 حالات أو 4 حالات وتم حلها بالكلام مع الأهل وذويهم ووافقوا، لم تصل إلى مسألة الإنذار وإلى مسألة ندفع الغرامة. أنا هذا قلت لكن في النقاش، يعني هي لم تكن هذه الحالة موجودة، لكن في النقاش هناك من تعصب وهناك من استاء وهناك من قال لا يجب واجب من هذه الأمور. فأنا حبيت أطرح يعني دائما هو متى ينفع النقاش، اذا وصلت في اي نقاش انه تعمل راديكاليه في 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 الامثله. فالمثال الذي طرحته الان، يعني الان ربما اي واحد قد يميل لهذه الفكره، يقول والله هي طفله وانا اعلمها صحيح تتعود عليها ليش لا. فطرحت الان انا الامثله الاخرى وقلت انه سنرى انه لا يوجد انسان عاقل سيرضى بهذا التفكير. لذلك انا مشكلتنا في تعاملنا مع القيم الدينية هو التركيز على أمور واحدة، وهذا ما تفضل به الطرف الأولويات. نعم. يعني كأنه الدين هو أصبح فقط الحجاب وغطاء الرأس وكل ما عدا ذلك، قالها الأخ طرفه، كل ما عدا ذلك من القيم الأخرى، من التعامل، من المعاملات، من أسلوب التعامل مع الآخرين لا تلعب دور. فهذا اللي أظن أنه يجب أن نركز عليه، موضوع المعاملات، وفعلا أن تكون أنت قدوة أو سفير شعبك، بلدك، لغتك، ثقافتك، دينك في هذه البلاد. جزاك الله خير. نأخذ السؤال الأخير من الأخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في عندي نقطتين من محاور الكتاب. الأول بمسألة الحجاب، ربما ليس السؤال عن حجاب الأطفال وإنما سؤال فقهي وموضوع الأعياد. نبدأ بموضوع الحجاب. لما نزلت الآية في سورة الأحزاب وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجاب، سبب ذكر المبرر وهو أدنى أن يعرف فلا يؤذين. إذن مقصد الشريعة هو حماية المرأة، عدم أذية المرأة. هذا الكلام كان عندما كان الإسلام في أوجه، في له العزة والمكنة. لا يجرؤ حتى لا يتجرأ أحد من اليهود أو المشركين أن يتعرض للمرأة المسلمة التي هي في عز وقت الإسلام، في صدر الإسلام. اليوم كيف يمكن أن نسقط هذه الآية ونحقق مقصد الشريعة؟ اليوم الإسلام ليس في مكنة وليس في عز ومستهدف ومشوه، وخاصة في أوروبا. المرأة المسلمة في أوروبا اليوم الحجاب يؤذيها. أين هو مقصد الشريعة ومقصد الآية؟ كيف نحقق حماية المرأة ضمن هذا السياق؟ اختلف الوضع يعني، ولما تحقق إذا كان الهدف هو حماية المرأة، فاليوم هو أذية للمرأة.
هذا واحد السؤال. بالنسبة للأعياد، هناك حديث لا خير في أمة كثرت أعيادها، لا أعلم مدى صحة هذا الحديث، فيما لو كان هذا حديث صحيح كيف نحتفل بكل هذه الأعياد؟ برأيي أنه لا نقول عيد الأم وإنما يوم الأم، لأن المسلمين لديهم عيدين فقط. يعني أنا شخصيا بآمن فقط بعيد الله أكبر، عيد الكبير وعيد الصغير كمسلمة، فيما عدا ذلك يمكن أن نسميه يوم، لا مانع في ذلك. يوم الأم، يوم الأرض، يوم الشجرة، اللي بدك يا يعني. فلا أعرف مدى صحة هذا الحديث، لا خير في أمة كثرت أعيادها. شكرا جزيلا. شكرا لك أختي. والله يعني هو السؤال الأول لا أريد أن أدخل به من ناحية يعني اليوم أخت هيفاء يوم مناقشة هذا الكتاب وليس الأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية. ولكن الذي أقوله وأصر عليه، ما أريد الآن صعب جدا، وهذا يحتاج ربما ليس لجواب 5 دقائق، يحتاج ليوم أو يومين أو دراسة. نعم، ممكن نحكي بعدين بالموضوع، ولكن الذي نصر عليه ونقول به أننا يعني إذا أخذنا الأحكام الشرعية الموجودة، يعتبر حجاب المرأة البالغة المسلمة شيئا تعبيرا من الشريعة الإسلامية، نقر بهذا، وفرضا عند الغالبية العظمى. فإذا نقول مع ذلك الأصل في الموضوع هو حرية القرار للمرأة. يعني نحن كرجال ومشايخ أساتذة، ما شغلتنا نجبر المرأة تماما كالصلاة. أنا ما بحسن أجبر بنت على صلاة 5 مرات، إذا ما صليت وما فائت الصبح ما رح أجبرها، ما بحسن أجبر غيري. نقول القرار هنا للمرأة. خطر هذا الكلام أخت هيفاء عندما تأتي مسلمة، وهذا نراه يعني مثلا في بعض المسلمات الذين يقولون ببعض الأقوال الموجودة من يلي خارج الإجماع الإسلامي الحالي، ويقولوا الحجاب غير فرض. المشكلة هدول الأخوات نفسهم يسهلوا على الحكومات اليمينية المتطرفة قوانين المنع، وتلاقيهم بيدعوها لمؤتمرات، بيدفعوا لها تفضلي احكي واهلا وسهلا، بس قولي انه انت ضد الحجاب. فنحن نقول لا، اذا هي الاخت الكريمة لا تريد ان تتحجب، نحن اول من يدافع عن حقها في عدم الحجاب. بس ما ندخل الدين الان بالقصة بالفتوى، ما تجي لعند الشيخ سميح تقول لي يا شيخ سميح قل لي انه هاي الحجاب مو فرض. لا اخي، برأيه فرض، ولكن ما بيلزمك فيه. فنحن نقول أن هذا حرية قرار المرأة، هي التي ترى الوضع المعين الذي يناسبها أو غير يناسبها. الموضوع الشرعي والتأصيل الشرعي أخت هيفاء نناقشه مرة أخرى، لأنه صعب جدا، بدك تأخذ كل الآراء التي قيلت في الحجاب، كل الآراء التي تفسيرات فلا يؤذين، كل الموضوع التاريخي، ونبدأ بدنا حوالي 4-5 ساعات لنناقش الأمر. ضعه جانبا ونتفق أننا كلنا، وهنا الثابت بالموقف الإسلامي، الثابت بالموقف الإسلامي أننا ضد أي قانون تمييزي للمسلمات، وأن لبناتنا حق الحجاب الكامل، ونريد حقوقهن لأعلى المستويات، لا تصير وزيرة، لا تصير مرشحة لرئاسة الجمهورية بحجابها، وتصير قاضية، وتصير سائقة شتراسنبان الحافلة، أيوة، تحت بند الحرية الشخصية وممارسة الحرية الدينية. وبنفس الوقت إذا واحدة مسلمة قالت أنا أشعر أنني غير مرتاحة يا جماعة، أنا بدي صلي
وأنا لباسي ممتاز وأنا بفهم بالحشمة، أنا هذا تغطية الشعر أراه لسبب أو لآخر لا أريده، نقول حريتك. ونناشد إخواننا المشايخ والخطباء، ولو أن بعضهم لا يعجبه الكلام، بعرف أنا في كلام بيقول لك أنت يا عم، أنت يا بغجات يا طرف عم تحاول يعني ها تعطي النساء شوية زيادة من الحقوق. لا، أنا أقصد هذا، لأن يا أخي التعبير الديني بالأخير، أنا ما لازمني، أنا سألت أخت مسلمة مصلية محجبة عمرها حوالي 18 إلى 19 سنة، قلت لها في عمرك، صديقاتك المحجبات كم منهن لا يصلين؟ قالت لي والله هذا كلامها ليس كلامي، قالت النصف 50% لا يصلين ولا صلاة باليوم، لا يصلوا أبدا. قلت لهم محجبات؟ قال محجبات. قلت بنفسي الله يصلح أهلهم، الله يصلح أهلهم، الله يصلح أهلهم، لأنه أهلهم فرحانين على حالهم. بنتي غطت لها شعرها، صليت ما صليت، كذبت، نجحت بمدرستها، شو عم تشوف بالإنترنت صباحا مساء، شو عم تشوف باليوتيوب ليل نهار، مو مشكلة. المهم ما شاء الله بنتي محجبة. لا أخي، الحجاب أكبر بكثير من فقط أنه غطت شعرها قبل أن تغطيه، دون أن نقرب على موضوع الفروض مثل ما قال شيخنا الشيخ سميح. نأخذ سؤال أخير لو سمحتوا يا أخوة، دون الانتقاص. وإذا قررت عدم ذلك، عدم الانتقاص وعدم الاستهزاء وعدم بين النساء بين بعضهم تقول هي ما عادت مسلمة منيحة، هي بنتركها على جنب، هي ما بنعود بنعزمها على الفطور، لا ليك تضحك لأنه عارفاني إنه في هيك شيء. الأعياد تماما، أنا معك تماما، ويا ريتني يا ذكرتيني بكلمة جميلة يا جماعة، هدول مو أعياد، هدول أيام. حتى البيرثدي دي دي جيبورتستاغ تاك، نحن ترجمناه، الله غضب علينا وترجمناه عيد، هو ما عيد، هو يوم، هو فعلا يوم، يوم ذكرى، ما في عيد المعلم، يوم المعلم، ما في عيد الشجرة، يوم الشجرة، يوم البيئة، لأن يكون في شيء معين تذكرة في هذا اليوم. جزاك الله خيرا، والله هي كانت على 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 الليسته يعني، فانت جبتيها ما شاء الله. مساء الخير، كنت بتمنى انك تتطرق لقانون حمايه الطفوله، نعم، واعتراضه وتقاطعه مع قانون الحجاب، فهل قانونيا وفنيا بيلزمنا نسحب لمحكمه؟ لانه انا ما خبير في القانون، لكن دا اعرف وجهه النظر في الحاله دي. نعم نعم، هذا نعم، وعشان نقدر نوضح انه القانون نحن ضده لانه قانون تمييزي فقط. شكرا جزيلا. لما تحت العشر سنين فعلا هناك مشكله قضائيه كبيره، ان من حق الطفل، والقوانين التي قررتها النمسا، ان هناك حق التربيه للطفل، ان المربي له حق صياغه حياه الطفل، وحتى له حق في مظهره وفي تعبيره عن دينه. هذا نقطة. النقطة الثانية مصلحة الطفل. فإذا المحكمة الدستورية، تقول من هنا عندي الارتسيوس بريختيغونغ حق المربي، وهنا عندي حق مصلحة الطفل، أنا كمحكمة دستورية إذا قررت ونظرت أن مصلحة الطفل في عمر 9 سنين تضره وتضر مصلحته، ممكن كمحكمة دستورية أضعها فوق الحق الدستوري في تربية الطفل. خطير جدا. يعني أنا إذا عم تسألني، أنا لست قانونيا، ولكن رأيي القانوني أن فرصتنا الدستورية في مكافحة قانون ما تحت العشر سنوات ضعيفة. رأيي القانوني، في مكافحة موضوع ما تحت الأربع سنة قوية، لأنه بال12-13 هون بالنمسا بيقول لك ال14 سنة هو الجيشيفتس فيهيك، يعني اللي بيحق لك أن تقرر حتى تبيع وتشتري. من ال14 سنة ممكن تبيع
وتشتري وتقرر ماذا تلبس، ولكن حتى قبيل الـ14 12 13 يمكن عندك أن تظهر ما تريد. ممكن البنت تقول أنا الآن بعمر 12 أو 13 أريد أن أضع الحجابة. من أنت يا صاحب القرار السياسي في هذا البلد الديمقراطي الرافع حقوق الإنسان المحترم حقوق المرأة أن تمنع هذه البنت الصغيرة التي أنت تريد أن تقويها وتعطيها حقوقها؟ نقول لا، قويها في حقوقها وأعطيها فرصتها ولتتعلم ولتشتغل ولتربح وليكون عندها معاش قوي، وإن كانت مجبورة تخلعه بنفسها تساعدها، ولكن لا تمارس التمييز ضدها. شكرا. شكرا شيخ سميح. ولا سؤال؟ تفضل سؤال. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أستاذي. طبعا عندي توضيح بسيط بالنسبة للإسلام. أنا كشاب يعني صار لي بالضبط سنة بالنمسا، وكان عندي تجربة سابقة بالصين مع احتكاكي بجميع الطلاب. فاللي اكتشفته من الشباب المسلمين خصوصا أنه إحنا بنركز على أمور إما بنتشدد فيها كثير أو بنتركها كثير. تفريط أو تشدد. إيه. يعني ما في وسطية في الأمور. الدين دين سماح، دين وسطي، دين معتدل، خصوصا ان احنا باوروبا لازم نعكس صوره الاسلام، صوره نمطيه للاسلام، صوره صحيحه اللي يجب ان احنا نكسب فيها علاقات. هذه العلاقات هي اللي راح توصلنا لامور انه ما يجي يوم من الايام راح يكون قرار من الحكومه بمنع الحجاب سنه 14 او لا سمح الله 18. فهذا المطلوب يعني من الاخوه انهم دائما نكون متوسطين، خصوصا نحن في بلد غير مسلمة وغير عربية تختلف العادات والتقاليد وكل شيء. نكسب الناس باحترامنا ونعلمهم عاداتنا وتقاليدنا، راح يحترمونا وراح يدخلون في ديننا. هذا هو الأهم أنا بالنسبة لرأيي. صحيح. أما بالنسبة لعيد الأم فهي الأم بمجرد يعني عندما تشوف الأم يوميا هو بمجرد عيد. يعني الحمد لله من لديهم أم ونحن بعد عن أمنا. شكرا. صحيح أخي الكريم، ولكن للأسف الشديد هناك اتجاهات عنصرية معادية للإسلام لا تريد أصلا أن نصل للدرجة القوية التي نشرح بها ديننا، وأن يكون لنا مقامنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. فنحن في جهة نكون منفتحين على أكثر ما يكون ونعطي أحسن صورة للإسلام، وبنفس الوقت إذا تم انتقاص الإسلام بشكل يتجاوز القانون ويتجاوز الأخلاق العامة، لا، نأخذ الخطوات اللازمة من خلال قوانين هذا البلد وعرفه. يعني الانفتاح لا يعني أبدا أنه في حال إجا من يتقصدنا بالمسيئة أن نسكت، بالعكس لنا طرقنا إن شاء الله أن نثبت وجودنا كمواطنين مخلصين متأصلين لهذه البلاد. جزاكم الله خير. أهلا وسهلا، نتشرف وبارك الله فيكم فيك. والسلام عليكم بالنسبة للإخوة هنا والإخوة متابعينا على الإنترنت. والله شكرا لأخونا محمد يلي من وراء الشاشة، والشيخ سميح، ولجميع الأخوة الكرام، والأخونا السيف الفاضل. شكرا لحضورك، شكرا لقبولك الدعوة. نهاية لا يسعنا إلا أن نودعكم على أن نلتقي معكم إن شاء الله في ليلة مباركة جديدة من قبسات من دار الألقم السبت القادم إن شاء الله. شكرا للأخوات، شكرا للأخوة، فأنتم أعمدة هذا المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.